على كل الأحوال احنا معانا وهو اقدر مني على الشرح ومحتاجه طبعا اسمع وجهه نظره سياده العميد خالد عكاشه مدير المركز المصري للفكر والبحوث الاستراتيجيه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك يا اهلا استاذه وسهلا رفعه، يا سياده الساده العميد، المشاهدين جميعا. ربنا يخلي حضرتك. سياده العميد، يعني اسمع قرايه حضرتك وبرضو يعني اهميه الوعي وادراك الدور القطري، والحقيقه هو مش بس يعني ادراك مصري او ادراك من الرباعي العربي، لكن في حكومات ودول كتيره دلوقتي انتفضت وفهمت طبيعه هذا الدور وما وراءه. يعني ده صحيح الحقيقة، وفي متغيرات كتير ربما كانت كم الغطاءات اللي حضرتك أشرتي إليها وأساليب التعمية والتغطية على مثل هذه النشاطات المقسمة ومسائل إنشاء جمعيات خيرية، جمع أموال، إنفاق في مناطق النزاع وتمويل التنظيمات الإرهابية ودفع نفقات السلاح ونقله وغيره من هذه الأنشطة، ربما كانت يعني في البداية، يعني هي بدأت طبعا مبكرا من قبل 2005 7 2009 بدأت تنشط بشكل كبير وبتجهز ساحات العمل على أن 2011 تدخل قطر بقوة من خلال بقى الدعم المالي اللي تجهز والأرض اللي تمهدت والمنصات الإعلامية بتروج على المستوى الإعلامي على مستوى نقل الأخبار ونشر مثل النشاطات اللي كنا بنتابعها جميعا في هذا التوقيت. الحقيقة النهاردة أصبح الأمر منكشفا كتير عن هذه المرحلة. المرحلة دي كان يعني عدد كبير جدا من المتابعين ومن الرأي العام العالمي، ومش بس الرأي العام العربي، كان يعني منخدع إلى حد كبير، مش قادر يفسر مثل هذه التحركات، كان البعض منها مخفي صورة كبيرة. النهاردة الانكشاف اللي حدث بعد هذه السنوات ما مرت بدأت كتير جدا كما أشرتي حضرتك من مسألة حكومات وأجهزة أمنية ودول وأجهزة مكافحة فساد وغسيل أموال تضع أيديها على وقائع بعينها، وبدأ الوقائع دي تتكشف علشان نقول إن الصورة النهاردة لا أصبحت مختلفة تماما عما كان عليه الوضع في التواريخ المبكرة. النهاردة أو يعني منذ أسابيع قليلة الحقيقة كتبنا عن دوت هنا في الصحافة المصرية، لأن كان هناك عملية كشف في لندن، ولندن ما كانتش بس داعمة للدور القطري لكن كانت بتفسح المجال هذا التنظيم اللي حضرتك بتتحدثي عنه واللي جه في التقرير وهو تنظيم الحمادين، انه ياخد مساحات حركه داخل المجتمع البريطاني. النهارده بريطانيا بتكشف عن الرشوه بتاعت اللي سقط البنك، تورط قيادات من بنك باركليز الدولي في لندن، ان هو تلقى تمويل من صندوق الاستثمار القطري وهو جهاز الاستثمار الرسمي للدولة، انه يضع اموال بمليارات الدولارات، وان المفاجأة المدوية الحقيقة هي قبضت اجهزة مكافحة الفساد في بريطانيا، الفساد المالي على وجه التحديد، قبضت على 4 من قيادات بنك باركليز، وده من البنوك الشهيرة الصف الاول على مستوى العالم، من حدث عن مؤسسة مالية ضخمة جدا. ان هو كشف ان وزير الخارجية في الوقت دوت حمد بن جاسم أخذ أموال على سبيل الرشوة في سبيل تسهيل وضع استثمارات من الصندوق القطري للاستثمار داخل حسابات بنك باركليز. هذه القضية اللي كشف عنها الجهاز البريطاني واعترف القيادات التنفيذية لبنك باركليز المقبوض عليهم واللي بيتم التحقيق معاهم النهاردة على إن هم دفعوا فعلياً أموال على سبيل الرشوة علشان حمد بن جاسم يزود البنك أو يرفع من رأس ماله بمبلغ يقدر بـ4 مليار جنيه استرليني في الوقت ده. ده كان يعني أو دي آخر الانكشافات اللي بيتم الإفصاح عنها، وإن النهاردة أجهزة غسيل الأموال بتسعى حوالين تقليص وتقييد حرية الحركة أمام قطر بعد ثبوت هذا التورط، وما كانش مبالغة على الإطلاق من الرباعي العربي عندما يقوم بقطع العلاقات بالصورة اللي اتخذها بهذا الشكل، انه كان قدام الحقيقة
عمل مثبت على أرض الواقع ونشاطات حقيقية مفيش فيها أي قدر من المبالغة في إضرار جسيم بأمن هذه الدول بيتم على مختلف المحاور. ما كانش الأمر بس على المنصات الإعلامية وعلى القنوات التلفزيونية اللي بتروج، لا، كان هناك تمويل لنشاطات إرهابية، كان هناك عمليات غسيل أموال تتم لصالح الإخوان ولصالح غيرها من التنظيمات الإرهابية. الخطير في الأمر أنه كان بيتم عبر الحكومة الرسمية، وده اللي كان بيديها مساحات حركة أوسع وأكبر، وده اللي كشفت عنه القضية الأخيرة اللي هي فضيحة الفساد الكبرى في بنك باركليز البريطاني. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والبحوث الاستراتيجية، شكرا لحضرتك يا فندم.